في بعض الحاجات اللي انا بعملها علشان اضمن ان انا احافظ عليها اطول فتره ممكنه بخاص جوده جيده، من خاص الجوده اللون والطعم والريحه اللي احنا متعودين عليها او القيمه الغذائيه بتاعتها. فبعد الساعتين دول لا يفضل ان انا اسيب اللحمه اكتر من ساعتين على درجه حراره الايه الغرفه. فالمفترض ان انا انقلها في جو مبرد واسيبها قبل التخزين المجمد حوالي من 3 ل 4 ل 5 ساعات، والفتره دي بنسميها فتره تتبس الرمل، ودي يعني مهمه جدا. في الثلاجه يعني مثلا ولا في؟ لا، في التبريد. في التبريد اللي هي درجه حراره ما تزيدش عن 5 درجه مئوي، ودي فتره مهمه جدا للحمه. 5 درجه مئويه ما تزيدش عن 5 درجه مئوي، لان الدرجه ديت بتقلل من نمو الكائنات الحيه الدقيقه او الميكروبات المسببه للفساد، وبتساعد على حدوث حاجه مهمه جدا هي فتره التبس الرمل، وده اللي بيديني الطعم والريحه المقبوله للحمه او المميزه، لان الفتره دي اللحمه بتنتج حاجه اسمها حمض اللاكتيك، وده مهم جدا للحوم ان هو بيعمل عمليه تطريه. ده ماده حافظه طبيعيه لنمو الكائنات الحيه الدقيقه، بيديني مركبات الطعم والريحه المميزه للحم. بسيبها 4 ل 5 ساعات، بعد كده ببدا عمليه تغليف، بغلفها في اكياس من البولي اسيلين الخاص بتخزين الاغذيه. بس براعي ان انا افرغ الكيس تماما من الهواء عشان ما يعمليش بعد كده حروق التجميد وياثر لي على اللون بتاع اللحم. بقسمه بعد كده اللحمه دي، لو انا يعني هو ياثر على اللون بس، بفرغ الكيس ده من الهواء عشان ده بيأثر لي على، بيعمل عمليه اكسده الدهون، بيأثر لي على الطعم واللون بتاع اللحم. فلازم يكون الكيس ده مفرغ تماما من الهواء، وابدا اقفله كويس. وبقسم اللحمه بعد كده لو انا هحفظها بالتبريد او التجميد. طبعا لو انا هحفظها بالتجميد برصها في المجمد في صفوف، بس بيبقى فيها فراغات عشان اضمن ان دورة الهواء في التجميد كل يوصل درجة حرارة التجميد لكل أجزاء اللحمة المخزنة. بعمل عملية تدوير كل فترة في المجمد للحمة ديت، بحيث إن كل أجزاء اللحمة يوصلها درجة حرارة التجميد ده. الأجزاء اللي هي عالية في الدهن بحطها فوق عشان تستهلك أول بأول، عشان الأجزاء الغنية بالدهن دي بتفسد قبل الأجزاء اللي هي قليلة الدسم. في حاجه مهمه برضو احب اقولها، ان احنا في الكيس ده قبل ما نقفله يفضل يعني ان انا بحط ورقه او ليبل عليه تاريخ الصلاحيه اللي انا مخزن فيه، ولو بخزن اكتر من نوع لحمه برضو بكتب عليه نوع اللحمه. لو انا عندي لحمه ضاني تاريخ الصلاحيه جدا. بمعنى ايه يا دكتور؟ إيه؟ تاريخ الصلاحيه بمعنى ايه؟ باليوم اللي انا لان كل نوع لحمه له فتره تخزين، برضو الناس تعرف ان طب ما انا هعرفها منين؟ ما انا دلوقتي لو انا مثلا دابح لحمه ضاني لها فتره تخزين في التجميد ما يزيدش عن 6 شهور على درجة حرارة التجميد سالب 18 مئوي. لو أنا لحمة بقري أو كندوز ما تزيدش عن 10 شهور في التجميد، عشان لحمة الخروف فيها نسبة دهن أعلى. دهن عالية فبتفسد بسرعة، ففترة تخزينها بتبقى أقل. لو أنا مخزن لحمة مفرومة بتبقى فترة التخزين بتاعتها ما تزيدش 3 شهور أو 4 شهور بالكتير قوي في التجميد. فيفضل إن أنا بكتب عليها تاريخ التخزين، نوع اللحمه لو بخزن اكتر من نوع لحمه عندي، فبكتب نوع اللحمه علشان الانواع اللي انا قلت عليها اللي هي عاليه في الدهن بستهلكها في الاول. بعد كده بعمل عمليه تدوير كل فتره في المجمد، بحيث ان ايه كل اجزاء اللحمه يوصلها درجه حراره التجميد اسرع ما يمكن. لو انا بخزن في التبريد، طبعا برضو بتختلف مده التخزين في التبريد، اللي هي اللحوم المفرومه ما بيزيدش عن يوم او يومين في التبريد. التبريد اللي هي الثلاجه العاديه. الثلاجه العاديه اللي هي ما بتزيدش عن درجه 5 مئوي، ويفضل ان هي من 1 ل 2 درجه مئوي، دي انسب درجه للتخزين، اللي هي بيبقى نشاط الميكروبات اقل ما يمكن، والانزيمات والخواص والعوامل الطبيعيه التحلل الطبيعيه بتبقى قليله. بحافظ على القيمه الغذائيه وخواص الجوده الحسيه بتاع اللحمه. طبعا لو بخزن لحوم كامله، لحوم يعني مجزأه، المفروض ما تزيدش عن 3 4 ايام في التخزين في التبريد.